يا ساتر، هذا مو بصوت محرك طيارة رفافة، هذا شخير سعيد. ربنا ساعد أهلك يا سعيد، ما تخليهم ينامون. شخير حالة مزعجة ومنتشرة، تصيب تقريباً 25% من الرجال و 8% من النساء، وناتجة عن عرقلة تدفق الهواء عن طريق الأنف والفم، وممكن تسبب إرهاق وانقطاع في النفس وحتى تأثر على القلب. 80% من أسباب الشخير مرتبطة بزيادة الوزن اللي يسبب تضخم أنسجة الحلق فتسد مجرى الهواء. 12% من الحالات ناجمة عن ضعف عضلات الحلق واللسان في أغلب الأحيان بسبب التقدم بالسن، ولكن أيضاً نتيجة تناول أدوية منومة أو عدم ممارسة الرياضة. وطبعاً الحساسية في الأنف أو انحراف الحاجز الأنفي أو زوائد أنفية تسبب الشخير. أظن يا سعيد الحل بشخيرك هو بتعديل سلوكك أثناء النوم، تنام على جنبك، وأهم شيء خفف وزنك ووقف التدخين. أحياناً الأجهزة الفموية ممكن تحل المشكلة بنسبة 70% ويركبها طبيب الأسنان، وممكن الأنف يحتاج لجراحة، لكن بمعظم الأحيان التغيرات في نمط حياتنا تحل عدة مشاكل صحية. وعساكم دوم صحة وسعادة.